التاسعة من أون لايف، أهلا بكم. أدت حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام رئيس عبد الفتاح السيسي خلفا لحكومة شريف إسماعيل، وشهدت الحكومة تغيير وزيري الدفاع والداخلية وبقاء وزارة الإسكان في يد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وتعيين وزراء جدد للطيران المدني والبيئة والصحة والشباب والمالية والزراعة والاتصالات. هنأ رئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، وفي تغريدة للرئيس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تمنى السيسي أن يعيد الله عيد الفطر المبارك بالخير واليمن والبركات. أقرت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع إجراءات انتقامية بفرض رسوم جمركية مضادة على بعض المنتجات الأمريكية. تأتي هذه الخطوة ردا على الرسوم التي فرضتها واشنطن على الصلب والألومنيوم وفق ما ذكرت مصادر أوروبية. وقالت المصادر أن الدول الأعضاء أيدت بالإجماع خطط المفوضية لتبني تدابير إعادة التوازن إزاء الرسوم الأمريكية، وتضم اللائحة الأوروبية عشرات المنتجات الأمريكية مثل الدراجات النارية والملابس والمشروبات الكحولية. قتل 3 أشخاص في جنوب تركيا في اشتباكات اندلعت خلال زيارة إبراهيم خليل نائب من حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمدينة سوروش على حدود أو الحدود مع سوريا، كما أصيب 8 أشخاص في إطلاق نار الذي وقع في المدينة ذاتها ولم يصب النائب، كما لم يتم التعرف على هوية الضحايا. تواصل قوات المقاومة المشتركة تقدمها في معركة استعادة السيطرة على مدينة الحديدة، حيث تمكنت من الوصول إلى أبواب مدينة الحديدة وسط احتدام المعارك على معظم محاور الجبهة في الساحل الغربي لليمن. شكرا للمتابعة، في أمان الله.